السلام عليكم. اليوم راح نشوف الحديقة المقابلة لمسجد الكبير، ونشوف المجسمات اللي دارت بالمناسبة تاع انعقاد القمة تاع الدول العربية، ونشوف يعني النوعية اللي كانت يعني جيدة. هنا للأسف عندنا رصيف، لكن الرصيف ينتهي بدون إشعار. راك تمشي في الطريطور حتى تصيب روحك تمشي في الطولوت. هذا من يعني التفكير تاع الساجد تاع المصممين تاعنا، المهندسين والمعماريين. طريطوار يا عجبه، هذا ستان بارك حديقة المفروض يكون فيها طريطوار ساير داير على البارك. الآن نروح نشوف المناطق نتاع المجسمات، وهنا كان المجسم نتاع القدس، ثم نشوف المجسم نتاع المقام الشاهد. وهنا المقام هذايا نشوفه يعني مجسمات يعني طبق الأصل. وهذا العمل تاع المجسمات هذا مخدوم بالامبريمون 3D، هي اللي تخدم هذا النوع من المجسمات. واللي العلم انه هذا واحد من العمال قال لي انه هذيك الستاتيو هذو تاع المقام الشاهد يستقاموا 100 مليون لاستاتي واحدة، وتخدمهم بطريقة يعني معلوماتية بالامبريمون 3D هي اللي تخدمهم. انا عندي ملاحظة انه هاد المجسمات لو يعني كان من المفروض يديروهم دائمين، يخدموهم بمواد دائمة وتبقى، ويكون ان بارك اتام، يتنن عملوا ان بارك اتام ويكونوا منتشرين في كل اجزاء نتاع البارك هذا، وتكون يعني معمولين بمواد اللي تشد يعني عبر الزمن. يعني للاسف هذه المجسمات عندها مده حياه تاع 3 اشهر ماكسيموم، 3 4 اشهر يعني ماكسيموم. وهذا شيء كان المفروض نديروا ان بارك تام مخصص الى يعني جامعه الدول العربيه، ولا الى منظمه يعني الى فضاء العربي، ويكون فيه في كل منطقة يكون مجسم كما هذا، يعني وتندار بطريقة دائمة. المهم هذا هو الشيء اللي صبناه. نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.